لما كنت مسلمة وعايشة في مجتمع إسلامي كنت أقرأ القرآن دائماً كأنا مسلمة لازم أقرأ يومياً وأعمل فرائض الإسلام. كنت أحس القرآن نوع من العمل أو نوع من السحر اللي كان عامل لي نوع من التنويم المغناطيسي في أني أنا مجذوبة بس في حوالين القرآن، وكنت حاسة أن القرآن هو الكتاب اللي الوحيد اللي نزل من الله، وأنه محمد هو الرسول الوحيد، وأنه هو الكتاب المكمل أو الكامل في قوانينه. فما كان يخليني أحس أنه أنا أقدر أنه أقرأ أي كتب ثانية أو أقرأ ديانات أخرى، لأن هذا هو الكتاب السليم، وكان محذر علي أني أنا ألمس الإنجيل أو التوراة أو أني أقرأ أي ديانة أخرى، بما أن تولدت في مجتمع إسلامي وكبرت في مجتمع إسلامي، وهذه الطريقة الإسلامية أن إحنا بس نكون نتبع تعاليم إسلامية. فحقيقة ما كان يخليني أبداً أنه أنا أفكر في يوم ما أني أنا يعني حغير دينتي من كمسلمة إلى المسيحية، لأن كنت أفتخر في دينتي وكنت أفتكر أنه هو الدين السليم وهو الدين اللي أنا يعني أتشرف فيه إذا كبرت وعلم فيه أولادي يعني. بس للأسف أنه أنا اكتشفت مع الوقت أنه في أغلاط وفي أشياء غير سليمة، ما كان أقدر حتى أني أفتح مع أهلي أو مع ناس بالدين، لأن أحس أنه صعب أنك أنت تطلع من هذا التأثير أو التنويم المغناطيسي اللي أنت دائماً لازم تكون حواليه. ويمكن هذا هو السبب اللي يخلينا لازم نقرأ القرآن من الصبح والظهر ونعمل الصلاة فرائض الخمسة، فإنك يخليك إنك أنت حوالين يعني نوع من ال ما أدري شون أوضح لكم إياها، بس نوع من إنك أنت متعلق في هذا الدين، وإنك أنت دائما إنك ما تقدر حتى تفكر طريقة إنك تنحاز عن الدين هذا، لأن تعتبر إنه هيك عقاب وإنك أنت عم تعمل شيء غلط. بس سبحان الله لما جيت وتركت المجتمع الإسلامي أو تركت الجو الإسلامي وجيت عشت في دولة أوروبية، بلشت أحس إنه هذا السحر أو هذا التنويم اللي حوالي بلش يخف، لأنه أبى أروح مكان يكون طاهر عشان أقعد وأصلي وأكون قريبة على رب العالمين. فبلشت قلت أوكي على الأقل كنيسة هو مكان طاهر أنا أقدر أروح أصلي فيه. فهني اللي بلشت شوي أحس إنه أنا انفتح لي نور من الله إني راويني الصح والغلط، وحسيت إنه سيدنا عيسى إجا في حلمي، وبلشت أحس إنه في شيء يجذبني للدين المسيحي، في شيء خلاني أقدر أقرأ بدون ما أحد يقدر يقول لي لا غير مسموح، وإنك أنت مثلاً حييتش نوع من العقاب وان الله حيعاقبك وان انت حتاخذين جزاء. فانا صراحه يعني في كمجتمع غير مجتمع الاسلام اللي انا كنت فيه، واني مضغوطه في انه مسلوب حريتي يعني من خلال من انا ولدت، ما اقدر انا حتى في اختيار للدين اللي ابي او اعرف الحقيقه، لأن هذا هو الموجود، هذا هو الأصول، هذا هو المراسيم، هذا هي الدين السليم. فطبعاً لما جيت عشت في دولة أجنبية هي اللي خلاني يعني أكثر في أني أروح أقرأ، وخلاني أحس أنه روحي متعلق في المكان، الكنائس اللي موجودة حسيت أنه في تعلقي وحبي روحي هو متعلق في سيدنا عيسى. حسيت أنه الصفاء والسلام والمحبة موجودة عندهم بدون ما يكون في نوع من الضغوطات في إن يعني أنه أنا يخليني أنجبر أنه بس أني أقرأ القرآن وأني ما أقدر أطلع من تعاليم الإسلام، مع أنه في الإنجيل موجود أكثر من 60 نبي وكلها مكمل الديانات الأخرى. يعني التوراة اجت مكملة، التوراة كانت موجودة، الدين المسيحي كمل، والأنبياء اللي كانوا موجودين يوم تكلموا عن
عن الله وقوانينه إجوا بطريقة متسلسلة فكان كامل. بس طبعا هذا الشيء احنا ما كنا نتعلمه ونعرف انه هو كان محرف وان هذا الكتاب مو سليم وانه تعاليمه مو كلها كاملة وان القرآن هو كامل وانه بس عن طريق انك انت بس تقرأ القرآن، لان لما تيجي تقرأ القرآن في كل حرف له ثواب، وان هذا انك تعمل اعمالك بالدنيا عشان انك تروح بالجنة. احسيت انه لا، بالدين المسيحي انه سيدنا عيسى ياه وانصلب على الصليب ومات بالنيابة عنا وغفرنا خطايانا، فهو المخلصنا وهو اللي موجود معانا دايما. فحسيت انه يعني في فرق وايد بين الديانتين يعني، وحسيت اني انا انقذت من طريق الدين المسيحي، واحب الدين المسيحي واحب سيدنا عيسى، واتمنى انه الكل يحاول انه يعني يقرا اكثر، لأنه هو القراءة اللي يخليك أنت بروحك تقارن وتشوف الصح والغلط وتشوف أنه في شيء كان ناقص، وتلقى في الدين عند سيدنا عيسى تلقى في الكتاب المقدس كله مكتوب بطريقة سلسة وجميلة، تقدر تقرأ وتشوف أنه هذا الشيء اللي أنا حسيت أنه هذا هو رب اللي أنا أبيه، هذا الرب المسامح، رب اللي يكون موجود معي في كل مكان، رب اللي يعتبرني أنا إنسانة خلقت وأن أنا متساوية مع الرجل وأن لي حريتي ولو حياتي واختياري. فأتمنى يعني منكم أنتم كمان الله يعطيكم منكم هيك النور اللي أنا أعطاني إياه فيكم أنتم تشوفون الحقيقة.